السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا ومرحبا بكم. موضوع هذا الفيديو هو طريقة تفصيل وخياطة فستان كاشكار بموديل مونش جيجو أو الكم المنفوخ أو الكم بالون. يكون منفوخ من فوق، أما من الأسفل يكون عادي. تابعوني للأخير. أول خطوة نبدأ بها هي تفصيل الجزء العلوي الخاص بالكاشكار. راح أعمل أولا الباترون على الورق، راح نقص ورقة طولها الطول الجزء العلوي من بداية الكتف إلى أسفل الصدر زائد 10 سنتيم للإحتياط، وعرضها عرض محيط الصدر زائد 10 سنتيم. وأيضا قصيت عليها ورقة من نفس القياسات وطويتها على 2 كما هو موضح في الفيديو. ثم وضعت الكل فوق بعض ونبدأ بالتفصيل. نعدل ونتأكد من أنه الأوراق فوق بعض. بعد التأكد ننزل بثلاثة سنتيم، هي قيمة خاصة بالاحتياط، من أعلى الورقة. أرسم مستقيم وبعدها نحدد طول الجزء العلوي. بما أني راح أعمل خياطة على مستوى الخصر أو على مستوى أسفل الصدر، نقيس بنفس الطريقة الموضحة على المانكة الصغيرة من أعلى نقطة في الكتف إلى أسفل الصدر عند النقطة المرغوب فيها. بعدها راح نحدد النقطة على الباترون وأرسم مستقيم ذو زاوية قائمة. ثم أدخل بثمانية سنتيم وأنزل بثلاثة سنتيم للرقبة الخلفية. أستعين بالمسطرة وأشكل دائرة. بعدها أنزل بخمسة عشر سنتيم لتشكيل شكل مثلث الخاص بالرقبة الأمامية. ثم نحدد النقطة على الورقة السفلية، لأن الورقة العلوية هي للخلف والورقة المطوية على 2 السفلية هي للأمام. ننتقل بعدها لقياس الكتف. يتم قياسه من الخلف بهذه الطريقة. نضيف 2 سنتيم للخياطة وأطوي الشريط على 2 وأحدد النقطة على الباترون. بعد ما رسمت مستقيم الكتف أنزل من أعلى نقطة في الكتف بواحد وعشرون سنتيم، أحدد النقطة وأرسم مستقيم ذو زاوية قائمة. ننتقل بعدها لقياس محيط الصدر. بما أنه القماش مطاطي راح نضيف 3 سنتيم فقط، يعني محيط الصدر زائد 3 سنتيم للخياطة. أحدد القياس على الشريط وأطويه على 4 وأحدد النقطة على الباترون. ثم أرسم مستقيم لحردة الإبط ذو زاوية قائمة، أصعد بعشرة سنتيم وأستخدم المسطرة وأرسم حردة الإبط. بعدها ننتقل لقياس محيط الخصر، أحدد القياس على الشريط زائد 3 سنتيم للخياطة، أطوي الشريط على 4 وأحدد النقطة. ثم أستخدم المسطرة وأربط النقط ببعض. وبهذا نكون قد فصلنا الجزء العلوي. راح أبدأ بالقص. أفصل الخلف عن الأمام أولا، ثم تبقى لدينا الورقة السفلية المطوية على 2 هي خاصة بالأمام. أرسم شكل مثلث الخاص بالرقبة، ثم أفتح الورقة وأصعد بثلاثة سنتيم على الجنب كما هو موضح في الفيديو. ثم أحدد نقطة المنتصف في الكتف وأضيف لها 1 سنتيم وأضع النقطة وأربط النقط ببعضها البعض. ثم انتقل لنقطة المنتصف أو عند نقطة تقاطع المستقيمات، مستقيم المنتصف ومستقيم الكتف، وأدخل بثلاثة سنتيم، وهي قيمة اختيارية. يمكنك أن تتركي المستقيم كما هو وتقصي مباشرة. أحدد النقطة وأستخدم المسطرة وأعيد رسم المستقيم. قبل ما أبدأ بالقص راح أدخل بواحد سنتيم عند حردة الإبط كما هو موضح في الفيديو، ثم أنقص.
ملاحظة صغيرة، النقطة بإمكانك تحديدها في المكان الذي تريدينه، هنا مثلا أو هنا أو هنا، وربطها مع هذا المستقيم، مستقيم الكتف، يعني مكان النقطة اختياري. بعدها نحدد نقطة الكتف التي حددتها في الأمام، أحددها أيضا على الخلف، وأعيد تشكيل شكل الرقبة الخلفية بالمسطرة، وأقص كما هو موضح في الفيديو. ثم أضع باترون الجزء الأمامي على ورقة أخرى ونقص عليه، يعني راح أعمل للجزء الأمامي قطعتين متقابلتين بهذا الشكل لكي أتحصل على شكل كاشكار ويسهل تفصيله على القماش. ننتقل الآن للكم، أضع باترون الكم العادي، أحدد عليه خط المنتصف من النقطة A إلى النقطة B، ثم أرسم مستقيم أو أربط كل من النقطة C و D مع بعض. ثم أنزل من مستقيم النقطة C و D بخمسة سنتيم، وأرسم مستقيم آخر ذو زاوية قائمة. بعدها راح أفصل الجزء العلوي عن الجزء السفلي، ونقسم الأجزاء كل من الأمام والخلف إلى جزئين متساويين، يعني المسافة السفلية نقسمها إلى نصفين. بعدها أرسم مستقيم ونرقم، مثلا الجزء الخلفي نرقمه بالحروف والجزء الأمامي نرقمه بالأرقام، ثم نقص كامل الأجزاء كما هو موضح في الفيديو. ننتقل الآن لتطبيق الباترون على القماش. هنا استخدمت 2 متر من القماش، اسم القماش كريب سكودا. راح نقوم بالتفصيل على جهة الطول، وهي جهة الجهة التي تتواجد فيها الحاشية أو حافة القماش، وجهة العرض هي الجهة التي تكون جد مطاطية. راح أطوي جزء صغير من القماش على 2 بحيث يكون كافي لتفصيل الجزء الخلفي عليه، أضعه على الجهة المطوية، أعدل وأستعين بالإبر ونقص. ملاحظة صغيرة، نقص مباشرة بدون زيادات لأني قمت بإضافتها مباشرة على الباترون. ثم أقلب القماش على الوجه وأضع باترون الجزء العلوي الأمامي، أضعه بهذا الشكل مع التأكد من أنه مستقيم المنتصف موازي مع حافة القماش أو مستقيم حافة القماش، يشكل معه زاوية قائمة كما هو موضح في الفيديو. بعد التأكد راح أستعين بالإبر وأعدل، نفس العملية نقوم بها مع النصف الثاني، ثم أبدأ بالقص. ملاحظة مهمة، بعد الانتهاء من عملية القص لا تنسوا أن تعلموا على القماش بنقطة خط المنتصف. ننتقل لتفصيل الكم. أول شيء أطوي قطعة قماش على 2، ثم أرسم مستقيم المنتصف، بعدها أنزل بخمسة سنتيم، هي قيمة التي نزلت بها في الباترون من مستقيم C و D. ثم أبدأ بوضع أجزاء الباترون بهذا الشكل وبالترتيب كما هو موضح في الفيديو، بحيث أن قيمة التوسيعات تبقى نفس القيمة المعمول بها 5 سنتيم وهي اختيارية.
عند الانتهاء من التعديل راح أستعين بالمسطرة وأعيد رسم الشكل الجديد لكم، وذلك بربط جميع النقط ببعضها البعض. نحدد قياس الطول الكلي للذراع زائد 10 سنتيم وأرسم مستقيم. قبل القص لا ننسى أن نعلم على القماش نقط التوسيعات ثم نقص بهذا الشكل. ننتقل الآن لتفصيل الجزء السفلي. أطوي قطعة قماش على 4، الوجه مع الوجه والحاشية مع الحاشية. الطول هو اختياري، أنا عملت الطول من بداية الخصر إلى أسفل الرجل، والعرض أيضا اختياري، أنا عملت 75 سنتيم اللي هو عرض القماش. أضع الجزء العلوي للفستان وأحدد عليه نقطة الخصر، ثم أنزل ب10 سنتيم ونقيس محيط الحوض زائد 3 سنتيم للخياطة. أطوي الشريط على 4 وأحدد النقطة على القماش. نقيس الطول الكلي ونحدد بالنقطة على القماش، ثم أرسم مستقيم ذو زاوية قائمة ونعدل بالمسطرة وأربط كل النقط ببعضها البعض من فوق إلى تحت. ونقص ولكن بدون ما ننسى أن نحدد بالمقص قصة صغيرة لنقطة المنتصف. بعد الانتهاء من التفصيل نبدأ بالخياطة. أول خطوة أقوم بها هي التبطين، استخدمت بي باللون الأسود وقمت بوضعه بهذه الطريقة. أفتحه وأضعه على وجه القماش، أستعين بالإبر ونعدل. قمت بهذه العملية على قطعتي الأمام وقطعة الخلف ثم نخيط. هذا هو الشكل المتحصل عليه بعد الخياطة. راح أعمل قصات صغيرة وأستخدم المكوات وأقلب كل البي إلى الداخل، ثم أركب قطعتي الأمام مع بعض. أضع قطعة فوق قطعة وأقابل الجوانب مع بعض ونقطة المنتصف مع بعض. نعدل الباقي بالإبر ونخيط على بعد 1 سنتيم. ننتقل بعدها لخياطة الكتف، نقابل الوجه مع الوجه والخياطة مع الخياطة ثم البداية مع البداية والبي مع البي. راح افتح البي ونقابله او ألصقه بالإبر مع البي المقابل له، ثم نخيط على بعد 1 سنتيم على كلا الجهتين.
بعد خياطة الكتف أقلب الفستان وأقلب كل البي إلى الداخل على كامل القطع بهذه الطريقة. نعدل بالإبر كما هو موضح في الفيديو ثم نخيط. ننتقل لتركيب الذراع. أولا أقابل الطيات مع بعض. عند كل قصة صغيرة قمت بتعليمها على القماش بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو. أضعه على الفستان، أعدله بالإبر، أقابل الوجه مع الوجه والمنتصف مع المنتصف والبداية والنهاية مع بعض، أعدله بالإبر ثم نخيط على بعد 1 سنتيم. هذا هو الشكل المتحصل عليه. بعدها ننتقل لتركيب الجزء السفلي. أقابل الوجه مع الوجه والبداية والنهاية مع بعض والمنتصف مع المنتصف، أعدل بالإبر القماش المتبقي ونخيط على بعد 1 سنتيم.
ثم نبدأ بالغلق الكلي للفستان، أقابل الوجه مع الوجه، ثم الخياطة مع الخياطة، والبداية والنهاية مع بعض، وباقي القماش في المنتصف أعدله بالإبر ونخيط على بعد 1 سنتيم. فيما يخص الكفة السفلية وفي الذراع فرح أطويها على 2 سنتيم، مرة على 1 سنتيم ثم على 1 سنتيم، ونخيط على كامل الفستان. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي لفستان كاشكار ومونش بالون أو كوم جيجو. أتمنى أن يكون نال إعجابكم والشرح كان واضح ومفهوم. لا تنسوا أن تدعموني بلايك وكومنت واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد خاص بفيديوهاتي. ما تبقى الآن إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.